أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله المبلغ عن ربه بالحق والهادي الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة المشاهدون، أيها السيدات المشاهدات، سيادي لليتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد مرة أخرى باللقاء معكم في هذا البرنامج، برنامج الدعاء، برنامج ديالكم يا رب. كنجدوا اللقاء مرة أخرى باش نجدوا الدعاء، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وهذا حال المؤمن. مرة أخرى كنعاود نقول وكنعاود نذكر أن الإنسان من كيهز يديه لسيدي ربي سبحانه وتعالى، هذا دليل الافتقار ودليل الخضوع ودليل الاعتراف بالعبودية لله تبارك وتعالى، ودليل الاعتراف بالربوبية لله الله تبارك وتعالى. فالمؤمن لما كيتوجه الله تبارك وتعالى فهذا كيبين بأنه خاضع لله، مستسلم لله، يقين في الله تبارك وتعالى. اليوم غنوقفوا مع واحد الدعاء ورد في القرآن الكريم، وحنا مع أدعية القرآن الكريم في هذه الحلقات المباركات في هذه السلسلة الجديدة. غنوقفوا مع واحد الدعاء قالوا سيدنا آدم وأمنا حواء عليهم السلام لما كلاو من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعود الدعاء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء قالوا سيدنا آدم وأمنا حواء عليهم السلام مباشرة بعد الأكل من الشجرة. القرآن كيحكي هذه القصة، وهذا الدعاء جاء في السياق، في واحد السياق، في السياق ديال القصة اللي جات في سورة الأعراف. كيقول سيدي ربي سبحانه وتعالى وهو كيمتن على سيدنا آدم وكيحكي القصة داكشي اللي وقع، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. القصة في سورة الأعراف كما في سورة البقرة كما في سورة طه كما في عدد من 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 مواقع في القرآن الكريم، من المواضع في القرآن الكريم كتحكي هذا الأمر. هذا سيدي ربي سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم ونفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته أسكنه الجنة، وخلق منه خلق حواء من ضلعه باش تكون معاه، وقال لهم اسكنوا في الجنة، هاد الجنة هذه دي كلها ديالكم، كل ما فيها إلا ديك واحد الشجرة، واحد الشجرة. واش هو جنس ديال الشجر أو هو شجرة بعينها؟ المهم كل شيء ديالكم ما عدا هذيك الشجرة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما كل شيء ديالكم ولا تقربا. وهنا نهي، يعني كيبين بأنه تحريم شديد بزاف. بعد الصيغة ديال ولا تقربا كتبين بأن الله سبحانه وتعالى ما بغيهمش يوصلوا لديك الشجرة، ما يقربوا لهاش، ماشي ما يأكلوش منها، لا ما يقربوا لهاش باش حتى يعني ما تتيرهمش، يدوزوا حدا يبعدوا. وهذا في اللغة العربية أبلغ في الدلالة على التحريم من قول حرمت عليكم. يعني لو كان قال لهم الله تبارك وتعالى
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما إلا هذه الشجرة فهي محرمة عليكم. ما كتعطيش ذاك المعنى ديال ولا تقربا، نهي قوي. وهذا باش كنفهموا قول الله تبارك وتعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، أو في الخمر فاجتنبوه فهل أنتم منتهون. يعني كيبين بأن الأمر بعد، هذاك الأمر خطير بعد منه. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي بعدوا ما تاكلوش، إلا وصلتوا لها كليتوا منها فأنتم ظالمون، ظالمون لمن؟ لأنفسكم. فوسوس لهم الشيطان، زين لهم الشيطان، هذا هو شغله، لأنه أخذ على نفسه العهد أنه يعني يوسوس لآدم ولأولاده، أخذ على نفسه العهد. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فوسوس لهم الشيطان، يعني أغواهم، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. زين لهم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهم أنا كنصحكم. فدلاهما بغرور، أي أغواهما، أغواهم. وهذا العمل ديال الشيطان، والشيطان عنده جنود ديالو هو نفسه، إبليس هذا هو اللي دار هذا العمل مع سيدنا آدم، وكان سيد ربي حضرهم سيدنا آدم ومن حواء، قالوا إن الشيطان لكما عدو مبين. ولكن الغفلة، وهذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. فأكلا منها. وهنا واحد القضية مهمة جدا لابد من نبينها، الكلام اللي كيتقال بأن أمنا حواء هي اللي غوات أبونا آدم ما عنده حتى شي معنى، لأنهما بجوج غواهم الشيطان. فدلاهما بغرور، فوسوس لهما الشيطان وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما بجوج إني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور فأكلا منها بجوج، فبدت لهما بجوج سوآتهما، تكشفت العورة ديالهم، وبدوا كياخذوا الأوراق ديال الأشجار باش يستروا العورة ديالهم. فكأن الإقبال على المعصية والسقوط في المعصية يفضح الإنسان غدا يوم القيامة، غدا يوم القيامة الإنسان غادي يتفضح. ولهذا احنا كنقولوا في الدعاء ديالنا: اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يوم العرض. وناداهما ربهما، هذيك الساعة وصل ربي ناداهما: ألا منهكما، هذا استفهام إنكاري تقريعي توبيخي، ألا منهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. عرفوا بأنهم غلطوا. الإنسان من كيعترف بالخطأ ديالو، المخلوق العبد من كيعترف بالغلط ديالو، كيرجع الله سبحانه سيد ربي سبحانه وتعالى، ربي كيقبل. إذا ربي هنا عاتب سيدنا آدم ومن حواء، وقال وناداهما، وهذا دليل مرة أخرى على أن القضية اللي كتقال بأن حواء هي التي وسوست لآدم وهي اللي جراته وهي اللي غواته، هذا ما كلام ما عنده حتى شي معنى. إبليس وبجوجهم نجارفوا، بجوجهم مشاو في الخط، بجوجهم جاتهم الغفلة، ولذا ربي خاطبهم جوج. لما أخطأ خاطبهم جوج، كما خاطبهم في الأول كيحضرهم بجوج: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما بجوج الشيطان. إذن وسوس لهما الشيطان يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما باش يفضحهم. راه طاعة تستر الإنسان، الإقبال على الله يستر الإنسان، يستر ضعفه، يستر شهوته لأنه كيتحكم فيها. ولكن مني الإنسان كيتبع الشهوة ديالو كيتفضح، كيتحيد داك الستر، كما أن سيدنا آدم من حواء
لما كلهم الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم، يخصفان بمعنى كيلوه كيشدوا الورق ديال الشجر وكيستروا العورة ديالهم. ناداهما ربهما ألم ألم أنهكما، واش ما قلت لكم شيء؟ لا تقربا هذه الشجرة، ألم أنهكما. إذن لا تقربا نهي، والنهي يقتضي التحريم، هذا في الأول ديالو. كل نهي يقتضي التحريم إلا ما دل الدليل على خلافه. الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا ما دل الدليل على ذلك أو السياق. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما، خبرتكم قلت لكم ردوا بالكم، راه الشيطان لكما عدو مبين، عدو لكما بجوج عدو مبين. وما يجاوبوا بجوج، قال ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء علاش شنو المعنى ديالو؟ هذا الاعتراف بالخطأ والتوبة والإنابة، طلب المغفرة. وسيد ربي سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. فما دام الإنسان اعترف بالذنب ديالو ورجع الله تبارك وتعالى، ربي كيتوب عليه. شنو الفرق بين سيدنا آدم عليه السلام، أبونا آدم ومن حواء، شنو الفرق بينه وبين إبليس؟ إبليس سوى غلط لما الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد لآدم، من جملة من أمر من الملائكة وكان حاضرا، فسجدت الملائكة إلا إبليس، فسجدت الملائكة إلا إبليس. لما الله سبحانه وتعالى قال له علاش ما سجدتيش؟ قال أنا خير منه، أصر لم يعترف بخطئه. قال له لا، أنا عندي الصح، أنا هذا الشيء اللي درت هو الحق، نسجد علاش نسجد؟ هذا نحسن منه، باش أنت أحسن منه. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو أصر على المعصية، ولهذا طرده الله من رحمته. إنما سيدنا آدم ومن حواء لم يصر على المعصية، بل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا بالمعصية، لأن سيد ربي قال لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ظالمين لمن؟ لأنفسكما. ولهذا اعترف قال ربنا ظلمنا أنفسنا حين أكلنا من شجرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. احنا اعترفنا وتنطلبوا المغفرة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيد ربي سبحانه وتعالى اغفر لهم. قال سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعاود هذاك الدعاء ونقوله. الإنسان كلما أحس بنفسه بأنه قصر في جنب الله يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولكن مع نفسه ربي إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.